آدم آغا سوري بريطاني جيت على المملكة المتحدة من قرابة 10 سنوات متزوج لدي طفلتين أسسنا في المملكة المتحدة لعلامة تجارية اسمها صنعة في سوريا Made in Syria مهتمة بكل شيء متعودين نستخدمه في بلادنا العربية. أول مربح عملته بحياتي كان من خلال بيع منتج لمدرستي بالمرحلة المتوسطة. أنا برأيي الله وهب ناس صوت حلو، وهب ناس موهبة بالتمثيل، وهب ناس ملكة التجارة. التجارة مثل الفسيلة، ممكن تحطها بأي مكان وتسمر، بس محتاج نعرف الظروف المحيطة بهي الفسيلة وشوية عناية وشغف. أنا جاي من عائلة صناعية، والدي الله يرحمه كان صناعي من صغره في سوريا، كان دائما بيشوفني أكثر بالقطاع التجاري، شجعني كثير للأمانة. أنا كثير حبيت مجال القرطاسية والأدوات المكتبية، بديت حياتي العملية بهذا المجال، كنت فيه حبر وورق وقرطاسية، اتطورت بهذا المجال للحمد لله، أعمل بصمة كثير مهمة بمجال القرطاسية والحقائب المدرسية بالأسواق الخليجية. المستلزمات المدرسية بالخليج لها رواج كثير كبير لأكثر من سبب، أهمهم أنه الطالب مسؤول يأمن مستلزماته الدراسية على خلاف المملكة المتحدة يلي المدرسة بتأمن معظم الاحتياجات المدرسية للطالب فيها، وبالتالي كان السوق كتير كبير وكانت المنافسة فيه كتير ضخمة. لأنه بديت فيه من بداياته قدرت أترك هاي البصمة، بس لما أجيت على المملكة المتحدة كان التحدي كتير صعب، السوق أقل، المنافسة كتير ضخمة، في أسماء لامعة ما قدرت فوت نافس فيهم بهذا المجال، إضافة لأنه أغلب الناس يلي بتشتغل بهذا المجال مؤسسة من أكثر من 50-60 سنة. ما تعودت قبل هالمرة أكون موظف، وبالتالي للأمانة ما لقيت حالي موظف عند حدا بإحدى الشركات أخذ راتبي بآخر الشهر وانتهى الموضوع. كنت كل ما قابل حدا بالمملكة المتحدة اكتشف انه معظم مشترياتهم عم تتم من خلال احدى المنصات الالكترونية المشهورة، سواء اي باي امازون او باستخدام جوجل لحتى يوصلوا للمنتج اللي محتاجينه. وصلتني رسالة ان البداية لازم تكون من خلال احدى هاي المنصات. بعد بحث اكثر لقيت الاي باي منصة فليكسبل طرية بتساعدني لحتى اوصل للمشتري يلي مستهدفه. المشكلة انه ما كان عندي لسه على المنتج يلي ممكن اقدمه من خلال هاي المنصة كرمال اشعر بالآلية الانسب لاستخدام هاي المنصة. احدى الايام كنت موجود بشي بيسموه بالمملكة المتحدة كاربوت، هو سوق الكراكيب ببلادنا، وأثناء وجودي بهالسوق لقيت ناس عم تبيع كتب قريتها قبل هالمرة بأسعار كتير زهيدة، باختصار بدهم يخلصوا منه، ما بدهم يرجعون مرة تانية معهم على البيت. ومثلي مثل أي مشهور أو رائد أعمال بتسمعوا فيه بهالدنيا بدأ حياته من الجراج، نعم أنا بديت حياتي من الجراج، صرت اشتري كتب جيبها على هالجراج عندي بالبيت، صورها أعرضها على الإي باي، ومن هون حسيت كيف ممكن وصل منتجات في المستقبل لشريحة ناس عم تستخدم منصة الإي باي لمستلزماتها اليومية. الكتب حلوة وصحيح تركتها لفترة طويلة، بس كمان بعد تقريبا 7-8 سنين رجعت مرة تانية بيع كتب، بس كنت محتاج لأقدم منتجات
مو موجودة على الإي باي، لأنه الإي باي بيحضن تجار من جميع أنحاء العالم والمنافسة عليه كتير ضخمة. الله وفقني ولقيت إن الشرقيات والمستلزمات اللي بنستخدمها بحياتنا ببلادنا مو موجودة على الإي باي، ومن هون بلشت استورد هالمنتجات من سوريا ومن لبنان ومن مصر للمملكة المتحدة وعرضها على الإي باي. أكبر تحدي واجهني لما بديت أعرض هاي المنتجات على الإي باي إنه منصة الإي باي مو متعرفة على هاي المنتجات، ما في حدا عارضها قبل هالمرة على الإي باي. الآلية عشان أوضح لكم بتصير بإنه إذا في عندك منتج حابب تعرضه على الإي باي، بتفوت بتشوف الناس اللي عم تبيع هذا المنتج وبتعمل سيل سيميلر وبتستخدم نفس المواصفات ونفس البيانات مع الاحتفاظ بحق الصور والوصف للمنتج للشخص الناشر وتعرض منتجك. قالب الفلافل ما كان موجود على الإي باي، قالب المعمول ما كان موجود على الإي باي، مصاصة المتة ما كانت موجودة على الإي باي، وبالتالي أنا كنت محتاج لأني أنشئ هاي المنتجات من البداية على الإي باي كمسمى ووصف وكخانة، لأنه كانت الأقسام اللي بنبيع من خلالها هاي المنتجات مو موجودة حتى على المنصة. قدرنا بتوفيق من الله نعرض هاي المنتجات على المنصة بأقل ضرر ممكن خلينا نقول، وكانت المهمة اللي بعدها كيف نخبر الناس إنه هاي المنتجات صارت موجودة على الإي باي كرمال يقدروا يشتروها ونوصل لهم إياها بطريقة آمنة وين ما كانوا، بأوروبا، بكندا، بأمريكا وأستراليا. كنت لما أحكي لأصدقائي اللي تعرفت عليهم بالمملكة المتحدة إني بدي أعرض منتجات شرقية على الإي باي، كانت تجيني شوية مؤشرات محبطة، يقولوا لي والله لحنا عنا أغراض على البيت أحيانا بنعرضهم على الإي باي كأشياء مستعملة وما عم تنباع وتقعد فترات طويلة ما بتنباع، ومنضطر بعدين يا نتلفا يا نتبرع فيها يا نبيعها عن طريق سوق الأحد اللي حكينا عنه بالبداية. وبالتالي للأمانة أحبطت ببعض الأوقات لما حط هاي المنتجات على الإي باي وما تنباع، وتضل فترة أحيانا شهر وشهرين وثلاثة المنتج ما حدا يشتري. والأهم من خلال تقرير الإي باي اكتشف أنه حتى ما حدا يفوت يشوفه، ما حدا عم يفوت يشوفه، لأنه برجع بقول ما حدا متوقع أنه هذا المنتج يكون متوفر من خلال الإي باي. هون إجا دور السوشيال ميديا، صرنا ننشر روابط منتجاتنا على الإي باي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للناس تعرف أنه موجودة هي صارت المنتجات من خلال المنصة. بلشنا نتعرف أكثر على السلبيات والإيجابيات من عرض المنتج على الإي باي، بلشنا نفهم أكثر كيف هذا المنتج لازم نوصله بطريقة المشتري يكون عم يشوفه كأنه ماسكه بإيده، خاصة لحنا بثقافتنا العربية متعودين نروح على المحل نمسك المنتج بإيدنا نقلبه إذا عجبنا نشتري. الإي باي بيسمح لنا نحط لكل منتج 12 صورة، وبالتالي صرنا نستغل ال 12 صورة هاي قد ما فينا نصور المنتج بكل الجهات. موضوع أبسط مما تتخيل، محتاج جوال، محتاج خلفية بيضة نظيفة، إنارة كويسة، وتصور المنتج على طبيعته، حتى ما بنعمل إديتينج للصورة، بننزلها مثل ما هي كرمال نوصل مرة تانية قدر الإمكان اللون الحقيقي للمنتج للعميل. في ناس كتير من المتلقيين لهي الخدمة تعجبوا فيها، وبصراحة شهدنا بمرحلة من المراحل تصاعد سريع كتير لشغلنا. بمرحلة من المراحل وأثناء عملي مع أحد المنظمات المسؤولة عن برنامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة، اكتشفت أنه ممكن هي الفكرة تكون مصدر رزق أساسي أو فرعي لها العائلات اللي جاية عن طريق هذا البرنامج. ومن هون استطعت بتوفيق من الله أني أحصل على صالة بأحد الفنادق المرموقة
في برمنغهام قدم من خلالها ورشة عمل للناس المهتمة بهذا المجال. سوقت لورشة عمل مجانية بدون أي تكلفة، ما طالب من الحضور إلا أنهم يشرفونا بحضور هاي الدورة. بالفعل أمننا 20 شخص اجوا حضروا أول ورشة عمل، نتج عنا 3 أشخاص أتقنوا البيع من خلال الإي باي، وكان الإي باي مصدر دخل أساسي لإلهم. ومن هون صرت أطلع لمدن تانية غير برمنغهام أقدم ورشات عمل للناس المهتمة بهذا المجال بدعم من بعض الجمعيات والمنظمات المحلية بهي المدن. وصل خبر للإي باي، الإي باي تواصلوا معي ليفهموا أكثر شو طبيعة ورشات العمل يلي عم أقدمها للناس. أعجبوا كتير بالفكرة، دعوني لأقدم ورشة عمل مثل ورشات العمل اللي عم أقدمها بمكتبهم بلندن، وادعوا عليه أي شخص مهتم بهذا المجال. الإي باي بعد هيك كرمونا بحفل تكريمي من خلال مكتبهم بلندن، حضروا مجموعة كبيرة من الإداريين والعاملين بالإي باي. كان الشعور كتير حلو إنه في ناس قدرت هذا العمل اللي قدمناه، وما كان لحنا بالأصل هدفنا أي رياء مجتمعي. ختمت الإي باي هذا التكريم بوثائقي قدمت حياتي وتجربتي مع الإي باي للمجتمعات المحلية، ومن هون صار يوصل خبر أكثر للصحافة المحلية يلي حبوا يكرموني بطريقتهم عن طريق مجلات محلية أو حتى عن طريق تلفزيونات محلية. علاقتي الطيبة مع الإي باي ساعدتني لأترك بصمتي على هي المنصة، ليجي من بعدي ناس يشتغلوا بنفس مجال الأصناف اللي أنا عم بيعها على الإي باي بس بطريقة منظمة. باختصار ساعدت الإي باي لفتح أقسام جديدة على الإي باي مهتمة بالمستلزمات الشرقية والإسلامية. كنا أول نعرض المنتجات الإسلامية بأقسام الديانات تحت بند ديانات متعددة أو ديانات مختلفة. هلأ صار في قسم خاص في الإي باي للمناسبات الإسلامية وللمنتجات الإسلامية وللديكورات الشرقية. إجا زارني المدير التنفيذي للإي باي ومدير العمليات، قعدوا عندي هون بالمكتب ومعهم الكمبيوتر، وقدرنا من خلال هي القعدة نأسس لهي الأقسام بالطريقة الأنسب على هي المنصة، بحيث أي شخص حابب يفوت يبيع هي المنتجات يكون راضي عن تقسيمة هي الأقسام على هي المنصة. لما حبيت استقر ببريطانيا كنت حابب أعيش بمدينة ساحلية، كنت حابب أعيش بمدينة فيها من التراث الإنجليزي والريف الإنجليزي الكتير. بناء عليه استقريت بمدينة بريستول. بريستول حققت كل الأشياء اللي بحلم فيها، بس ما حققت الشيء اللي بطلبه لمجال عملي. صحيح أنا موجود أونلاين والعالم فيها تشتري من عندي من كل مكان، بس بنفس الوقت أنا بستهدف المحلات الإسلامية والتجمعات الإسلامية، وعليه كانت برمنغهام المدينة الأفضل لإلي لهذا المجال. وهذا اللي صار، انتقلت عليها، استأجرت بالبداية معرض فتحناه لهي المنتجات، وسعنا الشغل أكثر، أخذنا مستودع بمنطقة صناعية وصار مقر تنطلق منه شحناتنا لجميع أنحاء العالم.
بريطانيا عبارة عن جزيرة، وبرمنغهام في وسط هاي الجزيرة. وجودي في برمنغهام سهل علي الوصول لأقصى الشمال ولأقصى الجنوب بتقريبا نفس الفترة الزمانية، وبالتالي إذا كان عندي إيفنت أو تجمع بأقصى الجنوب أو بأقصى الشمال أنا بخلص هذا الإيفنت وبرجع مرة تانية بنام ببيتي. إضافة لأنه الأجارات والأسعار للمعيشة فيها متوسطة. سياستي بالشغل بتعتمد على التشكيل والكم القليل، وعليه أنا محتاج لمكان كبير حط فيه منتجاتي. لما طلعت من الكراج للمحل كان عندي قرابة 1000 منتج. لما توسعت وأخذت المستودع حالياً عم اشتغل بحدود 5000 منتج مختلف. وبالتالي عشان أقدر أوصل لهذا المنتج بوقت قياسي كرمال جهزه للتوزيع، وكرمال يكون عندي الكميات دائماً مضبوطة على الإي باي، محتاج لمساحة ضخمة تكون منظمة أقدر أفرز فيها منتجاتي. هاي المساحة برمنغهام أمنت لي إياها بسعر رمزي. تسعين بالمية من منتجاتنا الحمد لله هي استيرادنا، ومتوفرة حصرا من خلال منصتنا. اتدخلت كتير بطبيعة تصنيع المنتج كرمال اقدر وصله للمحليين سواء في أوروبا أو بأمريكا. ما كان حدا متوقع أنه تصير المعمولة سواء بالفستق أو باللوز أو بالتمر تراديشنال سويت تتقدم بمائدة الكريسماس عند المحليين. قدرنا نعمل فيديو نشرح فيه للمحليين كيف يستخدموا قالب المعمول الخشب اللي متعودين عليه بمجتمعاتنا ليعملوا فيه سويت جديد يقدموه بمناسبة الكريسماس تبعهم. اشتغلنا أكثر على مصاصة المتة. ممكن تكون هي موجودة بأمريكا الجنوبية وثقافتها انتقلت لعنا على بلادنا العربية، إلا أنه بأوروبا ما بيعرفوها. ما فين يكون بنفس الوقت بالوطن العربي وببريطانيا اشتري وبيع، وعليه اضطريت استعين بناس وظفتهم بسوريا وباللبنان وبمصر كرمال يشتروا لي هاي المنتجات ويشحنوا لي اياها. ومن هون تبدأ مهمتي انا بعرض هاي المنتجات على الاي باي وتسويقها، وبعد البيع تغليفها وشحنها، والاهم متابعة الشحنة بعد البيع كرمال يكون عنا خدمات ما بعد بيع محترمة تليق بهيك منصة. من هذا المكان وصلت صابونة الغار من قلب حلب لنشحنها لعميل عنا بأمريكا، ومن هذا المكان وصل فنجان القهوة يلي عليه مقطع من أغنية لأم كلثوم من مصر لنشحنه لعميل بأستراليا. هاي حياتنا اليومية، نحن يوميا هيك بنشتغل، بنستقبل وبنبعث. لما توصل الشحنة على الجمارك البريطانية بكتير من الأوقات كانت هاي الأصناف أول مرة بتمروا على الجمارك، وبالتالي في مرة من المرات أخذوا منتج من منتجاتي ليحللوه بالمختبرات ليفهموا شو هو أو من شو بيحتوي، لأنه الوصف اللي كنا مقدمين له إياه بفاتورة الجمارك غير وافي. بمرحلة من المراحل كنا نستورد أراجيل. لما إجت الأرجيلة على الجمارك البريطانية كان اختراع غريب ما لهم شايفينه. شريحة كبيرة من المجتمع الأوروبي فيجيتيريان، ما بيأكلوا لحمة. واحد من أهم المنتجات اللي هن متعودين يأكلوها من المطاعم الفلافل. في ناس كتير حابة تعمل الفلافل بالبيت، وكانت تجاربهم كتير فاشلة بهذا الموضوع، خاصة أنه كانوا يعملوها يا بإيدهم
يا يستعملوا قالب البلاستيك اللي يجي مع علبة الفلافل اللي ممكن يشتروه محلات العربي. قدمت لهم قالب فلافل ستانلس ستيل بيستعملوه كل الوقت، بيلبي كل احتياجاتهم وبسعر رمزي واصل لعندهم عندهم. الشهر الماضي حققنا رقم جديد بمبيعات قالب الفلافل، تعدينا 10,000 قطعة من قالب الفلافل التراديشنال اللي ممكن ما تفوت على بيت بمجتمعاتنا العربية إلا وتلاقي. إنك توظف أشخاص بالمملكة المتحدة موضوع مو سهل أبداً. الرواتب في المملكة المتحدة مكلفة ومجهدة على البزنس. نحن بنبيع كميات بس بنربح كتير قليل، وعليه كنا محتاجين أكثر نسيطر على مصاريفنا. واحدة من الأشياء اللي اتبعناها ما استعنا بموظفين أبداً في المملكة المتحدة. كان الموضوع ما محتاج إلا شوية تنظيم. وجود المنتج بمتناول اليد عندي بالمستودع، وأول ما يوصل المنتج مندرس كيف بده يتغلف والطريقة الأنسب اللي بيتغلف فيها، مع الاستعانة بأفضل مستلزمات التغليف الموجودة بالسوق المحلي، سهل علينا هاي المهمة كتير. العقود اللي بنعملها مع شركات الشحن والبرمجيات اللي بنشتغل عليها لطباعة البوالص كتير هونت علينا هاي المهمة وخلتنا نخفف أعباء ما بعد البيع. القاعدة العامة تشتغل كتير بتزيد نسبة الخطأ. المعادلة الرابحة إنك تشتغل كتير وتخفف نسبة الخطأ. بالاستعانة بالتكنولوجيا وبالتنظيم الجيد تنجح هاي المعادلة. جاري من خلال زيارته لإلي بالمستودع صار عنده شغف يزور بلداننا العربية أكثر، لأنه تعرف على ثقافات عربية من خلال المنتجات اللي موجودة عنا، من خلال عرضي بكثير من الأوقات لمسلسلات عربية أو لبرامج عربية على شاشة المكتب عندي هون. هذا الشيء خلى هذا الشخص يجيب والدته لتتعرف أكثر على المستودع. والدته صارت لما بتجي لهون تحب تجي أكثر تتعرف علينا وتقعد معنا. والدته صارت عندها شغف تحصل على كتب لمؤلفين عرب مترجمة للغة الإنجليزية. برجع بقول دائما مو المهم إنه نبيع ونعمل مصاري، المهم نترك بصمتنا بهذا المجتمع يلي إذا إحنا غادرنا منه لسبب أو لآخر أولادنا وأحفادنا باقيين فيه ولهي يشهدوا لهي البصمة اللي تركنا لهم إياها.